بعض الأخوة يسأل عن يعني موقف الإسلام من ظهور التكنولوجيا والعلم الحديث ولم يكن في عهد رسول الله، فهل هذه بدعة وهي تخدم البشرية في مجالات الشتى كالمواصلات والصناعات المختلفة إلى آخره؟ سبق له في جواب الشيخ عبد الله رمضان أن الأمور العادية ويلحق بها ما يكون من الصناعات كل هذا لا تعلق له بالبدع. البدع ما يكون في القربات والطاعات والعبادات، هذه محل البدع. أما ما يحدث الناس في أمور الصناعة والمراكب والملابس وغير ذلك، هذه ليس لها دخل في البدع وليس من البدع في شيء. والإسلام يحث على العلم ويحث على ما ينفع الناس، كما قال أن يحث على ما ينفع واستعين بالله. ولا شك أن استنباط البترول وإيجاد الصناعات النافعة بما ينفع الناس في مراكبهم وفي مزارعهم وغير ذلك أمر مطلوب، وهكذا ما ينفع الناس في أطعمتهم وفي غير ذلك كله مطلوب وليس من البدع، لكن لا بد أن يوزن في الميزان الشرعي. فما أحدث الناس من شيء يخالف شرع الله يمنع، أما الشيء لا يخالف شرع الله جاد صالح لمراكب القضاء للكائن الرافعة للماء والكائن الزراعية حصادات وغير ذلك، هذا كله طيب كله نافع. هكذا ما يتعلق بالملابس وما يتعلق بإحياء المزارع ورش المزارع كل ما ينفع الناس لا بأس به بشرط أن لا يكون محرم. الملابس إذا أحدث الناس ملابس من الحرير للرجال يمنع، لأن الحرير ممنوع للرجال. كذلك إذا أحدث الناس شيئا يخالف الله في استعمالهم له منع من جهة استعمالهم له، لا من جهة أنه محدث، بل الحدث في الأمور العادية ليس له تعلق بالبدع. البدع في أمور الدين في أمور العبادات فقط.